الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يخطو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. ما معنى الصلاة نور؟ أرأيت النور الساطع في الظلام الدامس؟ تلكم الصلاة تهدي صاحبها سبيلا، تضيء له طريق الطاعة فيبصره، وتبين له طريق المعاصي فيتجنبه. الصلاة نور والصبر ضياء، هل من علاقة بينهما؟ أحسنت قولا يا أبا الهيثم، فالله تعالى أمرنا بالاستعانة بهما فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وصروف المكاره.